أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم أبو فهد راح ناخذك إلى عام 1983، دورة العاب القوة. اي هذه البطولة الحقيقة خذت يعني صدى إعلامي في الكويت في ذاك الوقت، حتى يعني أنا يعني شفت الكثير من أبو فهد النشرات والمجلات الكويتية والصحف، كذلك بعض المجلات والصحف الخليجية سلطت الضوء على هذه البطولة اللي هي طبعا بطولة الدورة الآسيوية الخامسة لألعاب القوة. صحيح، الخامسة دورة اللي قيمت في الكويت، وهذه طبعا الرأي العام الرياضي، طبعا ملحق رياضي لصحيفة الرأي العام، تاريخ أبو فهد 5 نوفمبر 1983. هذا طبعا راح نستعرضه ان شاء الله للمشاهدين الكرام. طبعا في الكويت 1983 في استاد نادي كاظمة صداقة والسلام، فيما بعد سموه صداقة والسلام، نظموا دورة ألعاب القوة الخامسة على مستوى آسيا بالكويت هنا، وكان هذا التنظيم يعتبر في تلك الفترة ثاني أقوى تنظيم بعد يعني كأس آسيا 1980 نظمت الكويت. ايضا الكويت تنظم ام الالعاب دوره الالعاب العاب القوه في تلك الفتره، وكان التنظيم جدا راقي، وطبعا الكل يعرف يعني الاتحاد الكويتي العاب القوه في تلك الفتره احمد الرشدان رحمه الله عليه، وعيسى دشتي، عيسى عبد الله دشتي هم بعد رحمه الله عليه، والشهيد فهد الاحمد كان وقتها رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه ورئيس مجلس الاولمبي الاسيوي في تلك الفتره. نعم. كان التنظيم من افضل. نعم. هو طبعا مثل ما تفضلت فهد على ملعب صداقة والسلام نادي كاظمة، لكن اعتقد وفهد ان استعانوا في مضمار نادي كيفان. صحيح، وطبعا بدام انك طريت المرحوم احمد الرشدان، ترى مضمار نادي كيفان سموه على المرحوم احمد الرشدان، احد مؤسسين. نعم. الرياض عندنا. نعم. طبعا بدايه من خطاب صاحب السمو امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله، ان من واجب الوفاء على هذا الجيل الا ينسى الرعيل الاول الذي قامت على سواعدهم كويتنا الحبيبه الشيخ سعد رحمه الله، كويت الغد كويت الشباب، برعاية سمو أمير البلاد يفتتح ولي العهد البطولة اليوم. يعني الشيخ سعد افتتح البطولة طبعا برعاية سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد. نعم، هذا الملعب طبعا اللي كان فيه افتتاح ملعب نادي كاظمة. من وراء أبو فهد طبعا إنجليزية كانت طبعا يصدر بالانجليزي و صحيح، لان يعني في بعض الدول اغلب الدول مو عربيه الاسيويه. اي صحيح. فشوف ابو فهد هني هذا نفس الـ يعني الصفحه الاولى المجله يعني نسختين ويهين. أي طبعا صحيح. هذا الوجه الخلفي صح اللي هو باللغه الانجليزيه طبعا لغير الناطقين باللغه العربيه. صحيح. من الوفود الاسيويه المشاركه في البطوله، لان كان هاي توصلهم. صحيح. يعني هذا دور الصحف حقيقه فعلا يعني فينا. زين، نروح ابو فهد الى عندنا بداية اللجنة المنظمة العليا لهذه البطولة، الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس مجلس الأولمبي الآسيوي. صحيح. هو رئيس طبعا لجنة العليا، كان رئيس اتحاد الكويت كرة القدم. صحيح. عبد الرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون الشباب، عضو. محمد السنعوسي ممثل الحكومة. نعم، محمد السنعوسي وكيل وزارة الإعلام المساعد، وكيل مساعد طبعا عضو ممثل الحكومه عن وزاره الاعلام. نعم. احمد مهنا وكيل وزاره التربيه المساعد عضو. صحيح، حفل الافتتاح كان وزاره التربيه. العميد عبد الحميد الحجي مدير اداره الاتصالات والنجده بوزاره الداخليه عضو. صحيح. عيسى دشتي رئيس اتحاد الكويتي لالعاب القوه. صحيح. ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي لالعاب القوه وعضو الاتحاد الدولي لالعاب القوه، مدير البطوله، هو مدير البطوله. هذه طبعا صور سنعوسي والشيخ فهد الاحمد المزروعي، واستعرضهم طبعا، هذه صور اعضاء اللجنه المنظمه العليا طبعا. كذلك غازي نطلع فاصل إن شاء الله. ونتابع بقيه الحلقه. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول عن ملحق رياضي لبطولة ألعاب القوة الخامسة التي أقيمت في الكويت سنة 1983. نعم، احنا استعرضنا لجنة المنظمة العليا. صحيح. هذه صور اللجنة المنظمة العليا أبو فهد، اللي هم هالخمس صور، ثلاث. نعم. ثلاث ستة طبعا. تحت أبو فهد راح نستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوة في ذلك الوقت. عيسى عبد الله دشتي رئيس، عيد الذايدي نائب الرئيس، أحمد الرشدان أمين السر، صالح الشراح أمين الصندوق، عبد الله الهويدي، عبد العزيز عبد الكريم الهدبة، علي سلطان المرزوقي، ومحمد عبد الرضا صادق. هذه صور أعضاء الاتحاد الكويتي للألعاب القوة. صحيح. طيب نروح إلى آراء حول البطولة. شيخ فهد والميدالية الحقيقية. طبعا قال الشيخ فهد الأحمد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الآسيوية الخامسة للألعاب القوة أن الميدالية الحقيقية التي ستحصل عليها الكويت وفهد هي ميدالية نجاح البطولة. صحيح. من بدايتها حتى نهايتها، وستكون هذه الميدالية أكثر قيمة من جميع الميداليات. فعلا الكويت نجحت في تنظيم هذه البطولة. يقول أردنا أن نثبت للجميع أن منطقة الشرق الأوسط ليست كلها مناطق مضطربة، فالكويت هي أرض الأمن والسلام، وهي ليست مجرد أرض البترول والدولار كما يقولون طبعا، وإنما هي أرض طبعاً الشباب. لما تكلم رحمة الله عليه الشهيد، لأنه كان وقته هناك حرب العراق الإيرانية. نعم. في تلك الفترة، وأساسا الألعاب، ألعاب القوة والألعاب الأسيوية وبعض الرياضة مثل الحين دورة الألعاب الأسيوية اللي تعتبر أولمبياد بس على مستوى. نعم. آسيا، في بعض الدول ما تقدر تنظمها. نعم. يعني أنت محتاج مثلا التجديف، لازم يكون لهم مكان، في بعض الألعاب لازم في أجواء طبيعية. نعم. تكون موجودة في الدول الخليج في تلك الفترة كانت تفتقر الشيء هذا، لكن قطر قدرت تضع بصمة ب 2007 أعتقد، نظمت دورة الألعاب الأسيوية. نعم. العم عبد العزيز مخلد رحمه الله يقول البطولة مكسب في حد ذاتها، وكذلك عادل الرقم طبعا مدير إدارة النشاط الأهلي بوزارة الشؤون. صحيح. طبعا قال فائدة كبيرة لشباب الكويت. وطبعا عندنا الدكتور يوسف يعقوب السلطان طبعا قال عرس الكويت الرياضي. صحيح. يعني سمى وشبه هذه البطولة بعرس الكويت الرياضي. وكذلك في طبعا الرائد مصطفى جمعة مسؤول أمن الملاعب طبعا قال مواقف السيارات لكبار الشخصيات والضيوف والتنظيم، يعني كله هذا طبعا بعض الآراء. العميد عبد العزيز المخلد هامة من هامات الرياض عندنا بالكويت، وأيضا هذا الرقم معروف، يعني كان في وزارة الشؤون في تلك الفترة السيد أو الدكتور يوسف يعقوب شقيق اللاعب جاسم يعقوب وسلطان يعقوب، أيضا دكتور وشخص مؤهل أيضا في تلك الفترة، متابع جيد للرياضة، ومصطفى جمعة عضو مجلس إدارة نادي عربي فيما بعد، شخص رياضي. نعم. وأيضا يعني كان في تلك الفترة يعني. نعم. في وزارة الداخلية في المرور. نعم. طبعا في طال عمرك ترحيب مرحبا شباب آسيا من عبد العزيز مساعيد وفهد. أه. اللي هو صاحب امتياز رحمة الله عليه في جريدة الرأي العام، وكذلك طبعا باللغة الإنجليزية، شوف باللغة العربية واللغة. صحيح. الإنجليزية هذا الترحيب. وطبعا في خبر عن اجتماع الجمعية العمومية الخامسة للاتحاد الآسيوي لألعاب القوة. وطبعا نختم في الدول المشاركة بالبطولة الآسيوية الخامسة للألعاب القوة، هذه أسماء جميع الدول، 37 دولة. نعرض هذا الجدول طبعا ل 37 المشاركة. دولة مجتمعين بالكويت هنا. نعم. 37 وفد بما فيهم الكويت. بما فيهم الكويت. نعم. وصلنا تجوري أبو غازي. تجوري، هذا برنامج حفل افتتاح البطولة، يعني السلام الوطني، آية من ذكر الحكيم، هذا البرنامج طبعا. وعندك دخول العرض العام للفود للمشاركة، كلمة رئيس الاتحاد الدولي، مراسيم رفع البطولة، تلاميذ وعرض، يعني نعرض هذا البرنامج نعرضه للسادة المشاهدين. طبعا هذا البرنامج اللي هو برنامج افتتاح البطولة كانت من أنجح البطولات. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.